ايه يا حمدي بره ايه؟ ازاي عرفت ان انا هنا؟ معلش سعادتك، في اخباريه جت لنا كده وكان لازم نطمن على حضرتك. انا عايز كل العربيات دي تتفتش، مش عايز عربيه تطلع من هنا لما نبقى عارفين مين صاحبها. اللي حصل مش هيتكرر تاني. واثق من نفسك، مع ان بعد اللي حصل لازم تكون قلقان. مفيش حاجه حصلت. لو كنت قتلته؟ انا بدور على العدل، على حقي، ومجهز نفسي الحرب. مفيش حرب من غير ضحايا، ولغايه دلوقتي مفيش ولا ضحيه غيري انا. مين اللي كان هيقتل اللواء سامي؟ اتكلمي، ما تفضليش ساكته كده عشان مصلحتك. اوعى تفتكري ان سكوتك ده هيفيدك بحاجه. احنا عارفين انك انت بتتعاملي مع سيف عبد الرحمن، وانك انت اللي بتظبطي له الاجراءات القانونيه، ومش بعيد تكون انت اللي بتخططي لقتل الضباط. وانت اللي زورت عقد الجواز اللي بينك وبين طارق عشان نشك فيه. انت جريمتك مهوله، انت شاركتي بالتخطيط في قتل الضباط، وعشان تخففي الحكم عليكي مفيش قدامك غير انك انت تتعاوني معانا. انا لسه تخفن ما عندي اقتراح. ايه؟ انا عارف الاستاذه مشيره كويس، او يعني بيتهيألي اني اعرفها، فبعد اذنك ممكن تسيبني معاها 5 دقايق بس على انفراد؟ اتفضل. على انفراد، على انفراد. ايه اللي بيحصل ده؟ يعني ايه استراتيجيتك يعني؟ هتعملي بقى فيها خرصه زي ما هو عامل نفسه اعمى والكلام الفارغ ده؟ فايه؟ هتحققي ايه؟ اتكلمي. انا متهمه بالتزوير، ودي تهمه اقدر اتعامل معاها كويس قوي، او اعترف بيها ونخلص. اللي انا بقى مش فاهمه انتوا بتتكلموا في ايه تاني؟ يا دي النيله يا مشيره، انت كده بتصعبي الامور على نفسك اكتر ما هي متصعبه. اتكلمي، اتكلمي وتعاوني معانا، ممكن تبقي شاهده وبعدين الموضوع يخلص. مفيش اي دليل ضد سيف، والا كانت قبض عليه. الراجل قاعد في بيته ما سمعتش ان هو هرب ولا حاجه، وحضرتك تقدر تخطف رجلك تجيبه في عربيه بوكس وتيجي. اللي انتوا بقى بتعملوه ان انتوا بتحاولوا تضغطوا عليا بتهديدات فارغه عشان اقول اي كلام مش حقيقي. طب انت عرفت منين ان اللي هو سامي في المول؟ ولا حاجه، كلمته وطلبت اني اقابله. وليه قلت انه هيتقتل؟ تقصد ايه لما قلت انك مش هتسيبي انسان بريء يتقتل؟ بريء من ايه؟ طب ايه علاقة شيرين النجاري باللي بيحصل؟ انا معرفش حد بالاسم ده. انا شفت كمال وهو بيديك ملف القضية اللي كانت على مكتب طارق، وانت كمان خدت رقم التليفون كان مكتوب في الملف، فاتكلمي بقى. وائل باشا، انا قلت اللي عندي، ومستنية تحول للنيابة عشان هناك هقدر ادافع عن نفسي عن التهم المضحكة اللي انتوا بتلفقوها لي، عشان ابطل اترفع في قضايا التعذيب ضدكم. بجد؟ بقى ده الكلام اللي انت ناوي تدافع بيه عن نفسك؟ ليه تنزلي للمستوى ده؟ لما بتختار اختيار انت عارف ان هو هيغير مجرى حياتك وهيأثر فيها، ما ينفعش تهرب او ما تدفعش الثمن. وانا اخترت ومتحمله النتيجه ومش ندمانه، ولو الزمن رجع بيا 1000 مرة في كل مره هعمل نفس اللي انا عملته. واللي عندي قلته، ومفيش ولا كلمه هقولها تاني غير قدام النيابه. باشا، احنا كده نقدر نطلع اذن من النيابه القبض على سيف عبد الرحمن. محضر تكميلي،
اكتب تاريخ اليوم ورقم المحضر بتاع طارق. وردت إلينا معلومات بأن الدوافع التي نسبت للنقيب طارق فيصل غلاب وتدل على ارتكابه جريمتي قتل في حق المقدم ماجد العزازي والأستاذ مختار رسلان تم تزييفها والتلاعب بها وتلفيقها من قبل المحامية مشيرة إسماعيل أمين والمدعو سيف عبد الرحمن، كما تم تزييف الأوراق والاستعانة بشهود زور. بس كده؟ لا لسه. وقد وجدنا مع المتهمة هاتف محمول توجد به رسائل من المدعو سيف عبد الرحمن تدل على وجود اتفاق بينهما لمحاولة قتل اللواء سامي شهاب. ومن هنا نرى أنه قد تم التنسيق بينهما من قبل في ارتكاب جرائم قتل في حق كل من المقدم علي نور الدين، المقدم صلاح عبد الحي، الرائد عبد الحميد البشوتي، الدكتور شريف النجيري، المقدم ماجد العزازي، وأيضا الأستاذ مختار رسلان. وما زالت التحريات جارية لمعرفة بقية الضحايا. مما يدفعنا للاعتقاد بأن السلاح الذي وجد في منزل النقيب طارق فيصل غلاب ليس ملكا له، وإنما دسه له المدعو سيف عبد الرحمن حسب المعلومات التي وردت إلينا. لذا نرجو الإفراج عن النقيب طارق فيصل غلاب بدون توجيه أي تهم إضافية أو حبسه على ذمة القضية، كما نطلب الإذن بتفتيش منزل المدعو سيف عبد الرحمن والقبض عليه قبل أن يشرع في ارتكاب جرائم قتل أخرى.